إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فاعلموا أنكم محاسبون وعن أعمالكم مجزيون وبين يدي الله واقفون في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فاستمسكوا بدينكم وعضوا عليه بالنواجذ حتى تلقوا ربكم وأنتم على ذلك. عباد الله، هلموا بقلوبكم إلى حدث في عهد الصحابة رضي الله عنهم فيه من الشوق والوجد واللوعة والعظة والعبرة، وفي قصصهم عبرة. أبو عبد الله عبد الرحمن الصنابحي اليماني من كبار فقهاء التابعين، له حدث عظيم في زمن النبوة، وهو كما يذكر عن نفسه وما رواه عنه البخاري في صحيحه قال: خرجنا مهاجرين من اليمن نريد لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وصلنا إلى الجحفة رأينا راكب فسألناه: ما الخبر؟ أي ما خبر المدينة؟ فقال له: دفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 5 ليال. وفي هذا يقول الشاعر: وإن أشد الناس وجدًا ولوعةً على كثرة الشاكين وجد الصنابحي. هذا الحدث يا عباد الله فيه من العظة والعبرة والفوائد ما يضيق المقام لذكره. ومن ذلك يا عباد الله حرص السلف رحمهم الله ورضي عنهم على الخيرات، فهذا الصنابحي ومن معه من اليمن خرجوا مهاجرين يريدون لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحقيق فضيلة الصحبة ولقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. وأيضا يا عباد الله من فوائد هذه القصة العظيمة أن تحصيل الصحبة شرف عظيم، بل هو أعظم فضيلة عرفها البشر بعد فضيلة الأنبياء والرسل. فليس هناك فضل في الأعمال الصالحة بعد رتبة الأنبياء والرسل إلا مرتبة صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدلها عمل، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ومن فوائد هذه القصة يا عباد الله الرضاء بالقضاء والقدر، فهذا الصنابحي رحمه الله ورضي عنه عندما علم بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيه من الوجد والشوق واللوعة بعد ذلك لم يجزع، بل واصل في طلب العلم
والبحث عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى أحاديث رسول الله، وحتى صار من فقهاء وكبار التابعين رضي الله عنه ورحمه. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا يصدنكم الشيطان، إنه لكم عدو مبين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، ومن فوائد هذه القصة وهذه الحديثة العظيمة مع قصير مبناها إلا أنها عظيمة في معناها، ومن ذلك يا عباد الله أن المؤمن إذا فتح له باب في الخير فليبادر إليه وليسارع إليه، فإنه لا يعلم متى تعرض عليه العوارض وتحدث له الشواغل وتنزل عليه الآفات وتمنعه الموانع. فهذا الصنابحي ومن معه من الركب الذين ضربوا المفاوز وضربوا الأرض ضربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يكون ذلك بسبب تأخر في الخروج أو تأخر في المسير، ففاتهم أعظم فضل وهو صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا عباد الله، نرى في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر بالمسارعة والمبادرة. قال سبحانه وتعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال سبحانه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. وقال سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال. فكل هذه الآيات وهذه الأحاديث تأمرنا بالمبادرة وبالمسارعة، لأن السعيد يا عباد الله من بادر بالعمل في فسحة الأمل قبل بغتة الأجل. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه وتذكره به يا رب العالمين. اللهم واصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ولي عليهم خيارهم، واكفهم شر شرارهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وكل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كلهم في فلسطين، اللهم كلهم في فلسطين، اللهم كلهم في فلسطين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بأحفاد القردة والخنازير. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وشديد نقمتك. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم واشف صدور قوم المؤمنين، اللهم واشف صدور قوم المؤمنين، اللهم واشف صدور قوم المؤمنين. أنت حسبنا ونعم الوكيل.